الكهرباء صار قطعت 4-5 مرات، تقطع وتيجي وتطفي. صار الشورت نزل من الابريز على التخت، وغرفة الاولاد كلها اواعي وخزانة كلها ولعت الدار، يعني قطعت 4-5 مرات صار الشورت. واحنا هون من عالم الكهرباء 100 مرة رحنا على البلدية وقلنا لهم انه احنا في عنا مشاكل الكهرباء بتضعف وبتكوى وعلى الفاضي. انقطاع التيار الكهربائي دايم عنا تكرار، يعني بتظلها ترمش الكهرباء وتقطع ترمش وتقطع، هسه بصير ضغط زيادة في الكهرباء، صار عنده كيتسر في الدار وانحركت الفريش. اول شيء في برداي، انحركت البرداي صارت تنزل على الفريش، ولعت الدار كلياتها بسبب ناش نقول اهمال، تقصير من بلدية طول كرم بانقطاع التيار الكهربائي بدون سابق انذار. بيقولوا يا عمي عندنا في ضعف في الكهرباء، طب اقطع الكهرباء يا سيدي من الساعه فلان للساعه فلان، فيش اي مشكله عندنا، بتصير الكهرباء بانتظام عندنا. عندنا بضلهم ينزلوا امانات ويرفعوا امانات، ينزلوا امانات ويرفعوا امانات، شبه يومي هذا الشيء، شبه يومي.